واقع يتغير كل يوم، واستمرار في الإنجاز وتقديم الخدمات. حزمة فك الاختناقات لتحقيق الأهداف، واستراتيجية مرسومة لمعالجة المشاكل. من مجسر فائق حسن إلى افتتاح مجسر قرطبة، تتواصل الأعمال بواقع 3 أوقات عمل لتنفيذ رؤية عمرانية فريدة. سيقطف ثمارها لاحقاً بمجسرات الشلشية وقناة الجيش، وللبقية إنجاز. خطوات ترسمها حكومة الخدمة الوطنية، وتنفيذ تقوده وزارة الإعمار متمثلة بدائرتها الطرق والجسور. عمران يتصاعد في عراق الإنجازات.